امور في الدنيا، تفصيلة وخياطة فستان حريمي بنفس الصورة ونفس كل حاجة. اهم حاجة بس تقولي رأيك في التعليقات تحت، هي نفس الصورة ولا لأ؟ ويا ريت تتفرجي على الفيديو الاول من الصفر، لان هي فعلا فكرة جميلة قوي وسهلة وبسيطة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده رجعنا مع بعض بفستان جميل قوي. هو ده الفستان اللي احنا هنعمله مع بعض النهارده يا جماعة، بطريقة سهلة قوي قوي وبسيطة من غير اي تعب خالص. الفستان طبعا موجود فيه المرد، بس المرد النهارده بشكل جديد وبشكل حلو قوي قوي، واول مرة صراحة نعمله على القناة. يلا بينا بقى، لايك الجميل والتعليق لك مشترك في القناة، ويا ريت شير للفيديو ده عشان خاطر الناس كتيرة تستفاد منه. وكل سنة وانتم طيبين يا جمهور في الدنيا. يلا بينا نبدأ. أول حاجة كده خالص وأول خطوات من الصفر، إن احنا هنبدأ نحدد المرد بتاعنا ده هيكون عايزينه فين بالظبط. فأنا هكون عايزاه بالظبط فين؟ هكون عايزاه، بصوا يا جماعة، هبتدي أقيس طول الكتف بتاعي اللي هو بالظبط 6 سنتي، وابتدي أقسمه نصين تمام كده. وبعدين هبدأ أنزل بخط عمودي من النقطة اللي أنا عملتها ديت الجديدة بتاعتي أهي زي ما انت شايفه، وهبدأ ان انزل خط كده عمودي تمام. بعد ما نزلت الخط العمودي ده هعمل ايه بعد كده؟ كده انا حددت النقطة بتاعت المرد بتاعي تبقى بالظبط موجودة فين. المرد بتاعي هيبقى في جنب واحد بس تمام. طيب بالنسبة بقى لباقي المرد هيبقى ازاي؟ باقي المرد، المرد هنا هيبقى خارجي، يعني انا هقص، بعد ما اقص هركب هنا مرد وهركب الناحية التانية مرد، وهيبقى مرد خارجي. بعدين هرجع اوصلهم تاني كأنه ايه بالظبط نفس الصورة. وبعدين هنا في مرد عند الكتف، في مرد هنا عند الكتف، نفس المرد اللي انا خارجي اللي انا هركبه هنا ده هبدأ اركبه عند الكتف وعند حردة الرقبة. عند حردة الرقبة يعني هنا في زراير بالظبط زي التانية هنا كده، وزراير ماشية كده عمودية تمام. طيب ازاي مريم نعمل الموضوع الكتف ده بالذات؟ هقولك ازاي. قبل ما تقفلي الكتف الامامي مع الخلفي بتبتدي تحطي المرد في الامامي، والخلفي بتبتدي ايه تعملي الخلفي العراوي والامامي يبقى الزراير عشان خاطر يبقى بشكله ايه واضح ومقفول. طيب دلوقتي هنبدا ان احنا نقص واحده واحده بقى عشان خاطر واحده واحده كده، وما يبقاش في اي حاجه صعبه خالص ولا يعني كل حاجه تبقى سهله. بصوا يا جماعه هنبدا نقص واحده واحده تمام. تمام كده، وبعدين هنبدأ نشيل بقى حردة الرقبة الخلفية، نركن بس الأجزاء دي كلها كده على بعض مش عايزينها، عايزين بس الجزئية دي، عايزين بس نفصل الأمام عن الخلف، وهنبدأ ان احنا نفصلهم تمام. وادي الخلف اهو يا جماعة، خلف مش عليه اي تعديلات خالص، الامام بس هو اللي عليه تعديل واحد اهو. هنبدا نشيل حردة الرقبة، نبدا نشيلها، وبعد ما ده وبعد ما شلت حردة الرقبة كده بنفس الشكل ده هبدا ان انا اشيل بقى الجزئية دي. ايه الجزئية او الخط اللي احنا عاملينه ده اهو، شايفة ازاي؟ تمام كده تمام. وابدا ان انا اجيب ورقة تانية واعملها مرد مسافة 2 سنتي، مرد مسافة 2 سنتي. تمام، همشي خطوة خطوة معاك اهو عشان خاطر ما تبقاش اي حاجة صعبة. تمام كده يا جماعة، بصوا بنفس الشكل ده، بس ما تبخلوش علينا باللايك الجميل عشان خاطر نستمر في الاحسن الاحسن بإذن الله. بصوا بقى نبدأ ان احنا نركب كده المرد بتاعنا، هنركبه كده بنفس الصورة دي كده اهو، ادي المرد اهو. وهنبدأ نجيب الدباسة بتاعتنا ايه، وهبدأ ان انا اركب المرد كده بنفس الشكل تمام ايه، شايفة ازاي كده، واستمر لحد النهاية
وبعدين هقص الجزئيات الزيادة دي وهركب برضو المرد باقي المرد ده في الناحية التانية هركبه وأوريك. بصوا يا جماعة دلوقتي انا ركبت المرد برضو في الجزئية التانية اهي. هبدأ بقى ان انا اعمل حاجة بسيطة قوي. ايه هي يا مريم؟ ان انا هبدأ اركب الكتف الاولاني من التصميم الامامي ده على الكتف الخلفي بحيث ان انا اكون ثبتهم في بعض. تمام كده؟ بحيث ان انا اكون ثبتهم في بعض. وبعدين هبدأ اجيب دي بقى واضغطها هنا عشان تبقى نفس الحردة دي او نفس الكيرف ده كده اهو. تمام؟ هبدأ اوصل بس. هبدأ هنا طبعا بتركب مرد زي ما اتفقنا، بس انا مش هعمله هنا دلوقتي عشان ده اولا ورق، ثانيا مش هتنظبط لي نفس الصورة بتاعت الفستان. تمام؟ هنا عند حردة الكتف او الكتف هنا بنبدأ ان احنا نركب ايه؟ مرد. تمام كده؟ وادي هنا اهو كده. ابدأ اوصل بقى الجناب دي كده ببعض. ابدأ اجيب الدباسة. تمام كده؟ وبنفس الشكل ده كده. بصوا يا جماعة دلوقتي بنفس الشكل ده كده هنبدأ نقفل الجنب التاني اهو. تمام؟ تمام؟ كده دلوقتي انا خلصت المرد بتاعي وخلصت كل الزراير. هبدأ بقى اركب الزراير بتاعتي اهي كده. هعمل بس شكل الزراير ده الموجود عشان اوريكي شكلها. وهنا طبعا العراوي، يعني مثلا هنا ايه العراوي، او مثلا هنا الزراير وتحت فوق العراوي، زي ما تحبي زي ما تحبي، بس عشان خاطر تظهر لك الزراير دي فتبقى تحت الزراير وفوق العراوي بحيث ان هي تبقى زراير باينه ايه بنفس الشكل ده كده. تمام؟ وهنبدا ان احنا ايه نشطبها كده. احنا عملنا المرد الموجود في الجنب او في الكتف. طيب دلوقتي احنا خلصنا البلوزه من فوق، ناقص بقى الجيبه من تحت عشان تبقى نفس المرد ده يبقى نازل كمان على الجيبه او فستان من تحت. فدي سهله قوي قوي وبسيطه، بس عشان نعملها لازم نجيب ورقه او نجيب القماش بتاعنا، والقماش بتاعنا هيكون محيط الستر مثلا محيط الوسط هيكون 40، احنا هنشتغل على محيط وسط 80 بحيث ان هنا في كسرات معانا عشان يدينا محيط بالظبط او يدينا ايه الكسرات بنفس الصوره ونفس الشكل وكل حاجه. تمام؟ هنبدا بقى نعمل الكسرات بتاعتنا دي واحده واحده كده، وهفضل ماشيه كده بالدباسه واحده واحده، وهوريها لك بعد كده بعد ما اعمل الكسرات كلها ايه اللي هعمله تاني. هوريكي بس الاول الكسرات. بصوا يا جماعه دلوقتي انا اهو عملت الكسرات في الجيبه بتاعتي. تمام؟ وعايزه يكون في مرض، عايزه يكون في مرض، المرض ده يكون متناسق مع المرد اللي فوق ده، بحيث ان كانك لما تشوفيهم زي الصوره بالظبط، لما تشوفيهم ما تحسيش ان هما مفصولين او ان هما متوصلين ده عن ده. تمام كده؟ طب نعمل ازاي الموضوع ده يا مريم؟ سهله قوي قوي بسيطه. هنبدا ان احنا نيجي هنا كده شويه صغيره قوي، نيجي كده وهبدا احدد بس المسافه اللي انا اقصها، واللي المفروض تكون المسافه دي اهي كده. تمام؟ وهبدا ان انا افتح المسافه دي، يعني هفتح من النص هنا كده من اول المسافه دي. هجيب بس المسطره وابدا احدد اهي. الاول بحدد الجزئيه الفاضيه اللي انا عايزاها زي ما انت شايفه كده، وبكده انا حددت الجزئيه الفاضيه دي اهي. تمام؟ بعد ما حددت الجزئيه الفاضيه دي هبدا افتحها واقصها. تمام؟ موضوع واحده واحده هتلاقيه ان هو ظبط معاكي وبقى ايه شكله جميل قوي وفستان حلو قوي. تمام؟ نرجع ده كده بس على جنب، ونرجع نجيب بقى المرد بتاعنا اللي احنا هنعمله مرد 2 سنتي. هركب المرد واوريهولك عشان خاطر بس ما اطولش عليكي. ادي المرد اهو، هنبدا ان احنا نتنيه وهركبه في الجيبه واوريهولك قبل ما ادبسه ايه في البلوزه. هوريهولك بس المرد اركبه الاول. بص بقى يا جماعة ورجعنا تاني مع بعض، ودلوقتي ادي الجيبة بعد ما ركبت او باقي الفستان بعد ما ركبت فيه المرد. هبدأ بقى ان انا اركب الفستان ده هنا كده على ايه على بعضه كده، فهماني؟ هنا طبعا انا سبت هنا بالظبط مسافة حوالي 1 سنتي او 1.5 سنتي بحيث ان انا اخليها تبقى تانية كده بس بسيطة اهي كده، عشان تبقى تانية بس بسيطة. تمام؟ بس فكرة ان انا محتاجاها اصلا لا، انا ممكن اكون محتاجاها بس لو انا بقى ايه بقفل الامام مع الخلف، ساعتها هتروح ضمن فروقات الخياطة.
تمام. طيب دلوقتي بقى هنيجي وهنبدا نركب المرد بتاعنا في البلوزه بتاعتنا او الفستان بتاعنا في الجيبه. هركب الجزئيه الكبيره دي مع الجزئيه دي، تمام. هاجي كده من هنا وهركب المرد على المرد اهو، شايفه ازاي؟ المرد ده على المرد ده اهو، شايفه ازاي كده؟ وبعدين هبدا ان انا ادبسه واحده 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 واحده، ما استعجلش خالص وانا بعمله، استعجلش خالص، واحده واحده الدنيا مش هتطير، تمام. وبكده انا قفلت ايه المرد على المرد اهو زي ما انتي شايفه، تمام تمام. طب ناقص بقى الجزئيه دي، هنبدا نركبها اهي. الجزئيه دي يا جماعه اهي نفس اللي عملناه الاتجاه التاني، هنعمله الاتجاه ده، نفس اللي عملناه الاتجاه التاني هنعمله الاتجاه ده. نحط المرد على المرد الاول ونسيبنا من اي زيادات بعد كده، اي زيادات هنقدر نتصرف فيها، تبقى فروقات خياطه، تبقى اي حاجه، اما المرد على المرد دي هي المهمه، تمام. بالنسبه للزياده الموجوده معانا هنخليها كده، نتنيها كده واحده واحده ونتنيها، ثانيه واحده بس معلش، نتنيها بس كده، اهي تمام. وبكده يكون الفستان بتاعي جهز في الشكل النهائي اللي انا عايزه اوريهولك، يعني الشكل اللي يكون ايه نفس الصوره ونفس كل حاجه بتاعته، تمام. بس هنعمل برضو نفس الزرار اللي عملناها فوق بحيث ان هي تبقى مظبوطه. ثانيه واحده اهي، هوريكي بس الشكل بتاعه عشان انا عايزه اوريهولك كده. ادي المرد اهو من فوق ومن تحت، اهم حاجه من فوق ومن تحت، تمام. وادي كده الزراير اهي، اهي الزراير اهي كده، تمام. فستان اتعمل بطريقه سهله قوي قوي بسيطه، وطبعا لكل المقاسات زي ما انت شايفه اهو، شايفه اتعمل ازاي فستان جميل قوي قوي. هوريلك ثانيه واحده، بصي اتعمل ازاي الفستان. الفستان اتعمل بطريقه حلوه قوي قوي وسهله وبسيطه، شايفه ازاي اتعمل بنفس الصوره ونفس الشكل ونفس كل حاجه. بالنسبه للجزئيه دي يا جماعه، دي جزئيه زياده عادي خالص ما فيهاش اي حاجه. بالنسبه للفستان اهو، شايفه ازاي اتعمل فستان حريمي لكل المقاسات بطريقه سهله قوي قوي وبسيطه. اهم حاجه بس اللايك الجميل والتعليق الاجمل والاشتراك في القناه. كل سنه وانتم طيبين يا اجمل جمهور في الدنيا، يا رب يكون تصميم سهل وبسيط وعجبك وتكون نفس الصوره. بصي قولي لي بس رايك في التعليقات، نفس الصوره ولا لا، نفس كل حاجه ولا لا، قولي لي ايه رايك فيه، تمام. بصي برضو بالنسبه للمرد من تحت اهو، يعني شايفه الفستان اتعمل ازاي اهي، هي هي نفس كل حاجه. كل سنه وانتم طيبين يا اجمل جمهور في الدنيا. تفصيله وخياطه فستان حريمي بنفس الصوره ونفس كل حاجه، اهم حاجه بس تقولي رايك في التعليقات تحت، هي هي نفس الصوره ولا لا. ويا ريت تتفرجي على الفيديو الاول من الصفر، لان هي فعلا فكره جميله قوي وسهله وبسيطه. كل سنه وانتم طيبين يا اجمل جمهور في الدنيا، مع تحيات تعليم الخياطه عمري احمد في امان الله.